في عازم لاوي في الحومه معروف الناس الكل تعرفها، عازم لاوي في الياسمينات يا بنين والله يعطيه الصح. مش نقول لك انا في الياسمينات ولا السنجاك ولا هيبه حدانا فرقه نتاع الديوان بيسير ولا لوتا معناها في طريق مرناك، كل واحد وقسمه راه محار. فهمت. اما كل مصلي يعني بيجي هنا يقول لك جي لقيت قناره ولا الموني مثال على الملاوي. المتاحه تبارك الله ما شاء الله، الناس الكل ديجا تعرفها موني غنيه على التعريف. عندنا موني في الحومه ناخذ معانا رابط الكل، مايونيز كل شيء بلاش. منيا أبار الخبز وأبار نظافة الحانوت وأبار المحل، منيا قلبها كبير وتود. اهلا وسهلا بالجميع، رضاء الله الا برضاء الوالدين. احنا اليوم موجودين في الياسمينات، واللي ما يعرفش الياسمينات، الياسمينات هي المنطقة او الحي السكني او الدائرة البلدية الرابطة ما بين المدينة الجديدة سيدي مصباح وبن عروس، معناها هي تعمل الاحواز نتاعها المنطقة الصناعية بير قسعة لوتوروت والطريق المؤدي الى مدينه مرناق وسبيطار الياسمينات. الحاجه الاستثنائيه واللي لربما جلبت انتباهي بصراحه هي الكبر نتاع كعبه المليو. توا منيا عندها 7 سنين حال الحانوته هذه في الياسمينات حي الوفاق بالضبط. كعبه المليو الكبيره اللي هي تقريبا حسب ما نعرف هنا في المحلات الاخرين نتاع كعبه نتاع كعبتين وثلاثه. مقارنة مع الأخيين الأخرين، علاش؟ باش اللي ياكل يشبع ويرحم على الوالدين. ماني على السلامة. على السلامة مرحبا. جبتنا نجرو. على السلامة. غير ما نشعروا الأخيين الكل اللي يجوا بعداك يعرفوك، يعرفوا المحل نتاعك، يعرفوا الخبزة نتاعك. مرحبا بالناس الكل. أكدوا علينا أنه يلزمنا نجوا نصوروا معاك. أي مرحبا. قالوا لنا أكبر خبزة ملاوي موجودة عند منيا في الجمهورية التونسية. يلزم الوكيل شي يحب يشبع في كرش، أعطيه يشبع، أعطيه ينظف، أعطيه يشبع، ما شاء الله هاي الخبز. ما شاء الله خبزة تبارك الله. خمسة وخميس من وقتاش توجدت؟ علاش توجدت في الملاوي؟ ساعة خرجت عملت محل. أنت حاجة أنك في حاجة للخدمة وإلا الهواية نتاعك أنك تخدم الملاوي؟ عملت محل نتاع ملاوي. إي نخدم نعاون روحي إنسان نعاون روحي نخدم. متزوجة بالطبيعة؟ إي متزوجة وعندي بنية. وعندك بنية؟ إي. قال لك لك اليوم كهو بالآخر أخوة ملاوي في تونس والله انا خدمتي اخواتي في الاسمونيات ودني كليت في البقايه على الكل. اقوى ملاوي هنا في الياسمينات عند موني. شنو معناها اقوى؟ خليني نفهم انا فسر لي اقوى. خبزه ما نجم يكملها حتى واحد هذاك الوكيل. خبزه كبيره وما شاء الله وطايب. معناها الجيعان يشبع. الجيعان يشبع ولا الجيعان يشبع. فماش ناس الكل تاخذ ما عندها معروفه. كان زيد شويه تشوف الحمد كاش تعبان. اسمي مناسبه زيد بصراحه. دخلت الساندويتش اللي خذيته انت توا قداش يعمل سومو؟ ألفي طالبتيه اللي نحب عليه انا واللي انا مقتنعه به ويعجبني. خبزة المليوي كبيرة وتشبع. وتشبع بالكدا بصراحة. وسميد غالي. وسميد ما فماش. مقطوع. نحن توانسة عنظافة. جيب الخبزة كبيرة. وعنظافة زايدة. وعلى حسن الأخلاق.
بنينا طيار الحق بتاع ربي كسكر وطيب حتى معناها خبز شيح بنين وربي يرحم والداها تعرف طيب بالقدا ويرحم والداها ربي عينها. شنو الساندويتش باش تاخذ اليوم؟ والله ساندويتش هريسه سلطه بشويه مايونيز ما كل شيء موجود معناها الفلوس موجوده الفلوس حتى كان ما عندناش معناها منيا يرحم والداها فهمني والله بالرسمي نحكي معاك يرحم والداه حتى واحد ما عندوش هي تعرف ياخو بلاش والله ياخو بلاش يتعشى ويروح ويتعشى ويروح اقسم بالله العظيم. يبدأوا بناتي يقرأوا ونوصيها نقول لها كي يجيوك البنات اعطيهم اللمجة حتى لنجي انا ياخذوا لمجتهم وبعد انا كي يجي خلصها الملاوي نتاعها تجير فيسا تجي نسكن في المدينة نسكن وين الوقت نسمع بها ديجا عندها ملاوي تبارك الله عليها وعندها خدمتها نظيفة برشا نجينا ديجا نجوها ساعات حتى نسأل عليها الاصحاب وكذا قالوا لي تبارك الله عليها عندها خدمتها تبارك الله وعندها ملاويها عالمي. هنا جينا اليوم انا واحد من الناس جيت اليوم باش نذوق باش تذوق اليوم جديد باهي صاحبي كلا عنده من اليوم انا باش نذوق اليوم جديد خلوك تاخذ كعبة ملاوي الساندويتش نتاعك نذوقه وبعد تعطينا رايك بالله ان شاء الله باهي ان شاء الله. دونك صديقنا خذا الساندويتش اليوم من عند منيا وكيف ما شفتوا قلنا له تاخذ الساندويتش وتعطينا رايك في النكهه نتاع الساندويتش نتاعك بنين والله يعطيه الصحه والله بنينة عطيني رايك في العجينه بنينه لا زين بعض الحين تاخذ كعبه ملاوي كي تجي تجبد تلقاها واحد بلاستيك لا لا باهي بنينه حتى اللي ما عندوش سنين هيك يعني لازم تتعدى جو باهي تتعدى جو باهي جو باهي خويا صحه وبشفاء عايش خويا عايش جزيل وبارك الله عايش تو نفترضوا انك جعت نهار الاحد وهي نهار الاحد ما تخدمش اش تعمل؟ والله نجي قدام الحانوت ونرجع نشم الريح نشم الريح ونرجع شنو الحاجه اللي تعجبك في الملاوي نتاع مدام منيا؟ بنينه وماكلتها باهيه ونظيفه ويرحم والديها. على الساندويتش تاخذوا مع عند منيا شنو هو ولا تاخذ شيح؟ لا ناخذ ساندويتشات البنوطه ولا ناخذ الدار ولا وانت؟ عليك. انا باش ناخذ انا باش ناخذ تو. انا الليله العشيه مش موجود في الدار، الليله العشيه عند منيا. العشيه دوب واحد سبيسيال هنا وكاو السبت وحايد سبيسيال ديما مشيت. ليلة السبت. هيك هاو ديما. إذا كيف ما لاحظتوا أنه مدام منيا ما ظهرتش معنا في الفيديو وذلك تحت رغبتها وإلحاحها نحترم القرار نتاعها نشكرها شكرا جزيلا هي ولخيين اللي خدموا معاها نشكركم أنتم خاصة على حسن المتابعة نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وما رضا الله إلا برضا الوالدين.